رشيدة بن طيب مرأة جزائرية من جيل صنعاء. الجيل تاعي انا ما كانش مرأة ما عندهاش صنعة، لازم ما كانش عندنا هاد مواقع التواصل الاجتماعي هذه. الوغ وقت الفراغ تاعنا كان لازم تتعلمي حاجة، تخدمي حاجة. انا بالصدفة تعلمت الخياطة بالصدفة. هكا كنت نقرا كيما اي وحدة في الجيل تاعي. كنت تقراي مادة الخياطة عندكم ربما في المحيط العائلي؟ لا، ما كانش في المحيط العائلي. لا وحيدة يعني، لا في الوقت انا وحيدة. بديتها هكا بالصدفة حتى تعمقت فيها. خليت الدراسة وكملت في التصميم والخياطة. وقتاش كان هذا يعني؟ منذ 10 سنوات؟ هذا يا حسرام لي كان في عمري 12 سنة. ما شاء الله. 35 سنة يعني عندك خبرة طويلة. خبرة الحمد لله. 35 سنة خبرة في